استادات تعلن إطلاق سلسلة أندية سيتي كلوب في 15 مدينة مصرية. طبعا استادات كيد العوازل، يعني لما يكون عندك كل الناس بتهرب ومش عايزة تشتغل، وعندك شركة محترمة زي استادات اللي هي الملكة للايف اللي هي بتطور قناة الأهلي، تعلن عن إنشاء 15 إطلاق سلسلة أندية في 15 مدينة مصرية، ده يعني إنك أنت قدام ناس وطنيين محترمين. تحية كبيرة لمحمد كامل وكل القائمين على شركة استادات، تحية لهؤلاء الوطنيين المصريين الشرفاء اللي بيتماشوا مع اللي العالم كله شغال عليه. اعمل مع ضمان السلامة لنفسك، وكن حريص على نفسك، ولكن حافظ على عملك. هكذا صنعت استادات في هذا التوقيت المهم. أعلنت شركة استادات القابضة إطلاق سلسلة أندية سيتي كلوب لتقام في 15 مدينة بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار خطط الشركة لتطوير الرياضة المصرية وإقامة أندية كبيرة بمواصفات عالمية في المدن الكبرى بالأقاليم، وتوفير مكان آمن لجميع أفراد الأسرة المصرية لتمضية أفضل الأوقات وتقديم خدمات ترفيهية واجتماعية فريدة ومتنوعة، على أن يكون افتتاح أول 5 فروع في أكتوبر المقبل، بحيث يتم افتتاح 15 فرع في أكتوبر عام 2022. وستكون سلسلة سيتي كلوب هي أول أندية سمارت في مصر والأكثر تطورا باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتضم أحدث المنشآت الرياضية وأفضلها وجميع الخدمات التي تجعل من النادي قبلة لجميع أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم، أسعار في متناول الجميع، احترام ما بعد احترام. أنا دايما شهادتي مجروحة في محمد كامل، لأنه محمد كامل بقول عليه دايما وش الخير، اللي ما بيفكرش إلا في الخير، ولما بيشتغل ربنا بيديله هذا الخير. فطبعا بدعو الكل أن يتسابق، أي حاجة تعملها استادات ثقوا فيها، خصوصا أهلي في الصعيد. يا جماعة ليكم نصيب كبير من هذه الـ الأندية، وليكم نصيب كبير من هذا الخير، تسابقوا وربنا سبحانه وتعالى يوفقكم. كمان عايز أقرأ لكم البيان، سيتي كلوب انطلاقة جديدة، ده بيان شركة استادات. ربنا إننا نشهدك أن ما أوتينا ذلك عن علم منا، وكل بأمر الله وتوفيقه، في إطار خطتها لتطوير صناعة الرياضة وإدارة المنشآت الرياضية في مصر، تعلن شركة استادات القابضة عن إطلاق واحد من أكبر مشاريعها على الإطلاق في مصر، سلسلة فروع نادي سيتي كلوب، وهي سلسلة أندية اجتماعية رياضية وترفيهية تقام في جميع محافظات مصر، تماشيا مع رؤية الدولة المصرية لتحسين حياة كافة أفراد المجتمع المصري. وفي سيتي كلوب سيكون لدى كافة العائلات المصرية فرصة أقوى في الترابط الأسري بالتجمع في بيئة صحية واجتماعية سليمة لتمضية أجمل الأوقات وممارسة أفضل الأنشطة الرياضية الاجتماعية والترفيهية. وتسعى الشركة سيتي كلوب وتسعى استادات من خلال سلسلة سيتي كلوب لتقديم خدمات مختلفة فريدة ومميزة لكل أفراد الأسرة في مكان واحد لأول مرة بالمدن والأقاليم، لتضاهي في جودتها تلك الموجودة بأفضل مجتمعات الأندية بالقاهرة. وقررت الشركة البدء بافتتاح أول 5 أفرع من سلسلة أندية سيتي كلوب في أكتوبر القادم، على أن يتم افتتاح باقي الأفرع في 15 مدينة في أكتوبر 2020. وده الشعار اللي أعلن عنه بالأمس، ده الشعار الذي أعلن عنه بالأمس. بعد هذا البيان اللي حضرتكم اللي أنا قريته لكم اللي أصدرته شركة استادات منذ ساعات، كمان يعني الناس سألت بمجرد طلوع البيان، يا جماعة الدنيا ارتبكت، لأن الناس بتثق جدا في محمد كامل واستادات، ملايين الأهلاوية وغير الأهلاوية والصعايدة والناس كلها بصراحة يعني. فالناس قالت طب عايزين نعرف الأماكن، عشان كده قدرت تحصل على الأماكن دي، ال 15 فرع في المدن التالية: شبين الكوم، العاشر من رمضان، طنطا، العبور، الزقازيق، كفر الشيخ، بنها، أسوان، أسيوط، محافظة أسيوط أهو يا صعايدة يا بلدياتي، أول محافظة عندكم هي أسيوط، أسوان الجديدة، بني سويف، دمياط، سوهاج، المنيا، ما عدا منهور والسويس. يعني إحنا عندنا في الصعيد والأول مرة، يعني يا ريت أهل الصعيد يخليهم معايا كويس جدا،
خواء كويس جدا. بص عندنا في أسيوط وأسوان الجديدة وبني سويف وسوهاج والمنيا. بعد ما أعلنت الأماكن فوجئت ببيان بيقول لك إقبال منقطع النظير، إقبال منقطع النظير على العضوية في سيتي كلوب، مع الإقبال الضخم من جانب الجمهور اضطرت سلسلة أندية سيتي كلوب بتعديل قرارها السابق بقصر العضوية في المرحلة الأولى بالفروع 15 على 500 عضو، وقررت زيادة العدد ليصبح 800 عضو في جميع الفروع بنفس الأسعار المميزة التي حددتها للعضويات الأولى لإرضاء أكبر عدد يرغب في الحصول على هذه العضوية. وبمجرد إعلان شركة استداد القابضة عن إطلاق سلسلة نادي في 15 مدينة، شهد الرقم 15551 الذي تم تخصيصه. يعني هم عملوا رقم، عايز تعرف السعر كام؟ عايز تعرف؟ هو حد بيسألني، ناس كتيرة بتسأل ايه الأسعار والتفاصيل، اتصل على 15551 135 1. اتصل على 135 1. أنا كمان أهلي في الصعيد بالذات، ده حلم، حلم والله العظيم، والله العظيم حلم كنا بنحلمه، والله العظيم يا جماعة حلم كنا بنحلمه بجد والله العظيم في الصعيد، إن يكون عندنا حاجة بالقيمة دي. 15551 أو 135 1، اتصل واعرف كل التفاصيل على 135 1. بعد كده كمان كان من المهم ان احنا نعرف مين ورا الحدث. طلعوا بيان: استداد تشكر وزيري الرياضة والإسكان لدعمهما مشروع سيتي كلوب. وجه مجلس إدارة شركة استادات القابضة الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لدعمهما الكبير لمشروع إنشاء أندية سيتي كلوب في 15 مدينة بمختلف محافظات مصر. الشركة أكدت أن الدكتور أشرف صبحي والدكتور عاصم الجزار بذل جهدا كبيرا في سبيل دعم فكرة إنشاء سلسلة الأندية الجديدة وهدفها الذي يخدم الأقاليم وعشرات الملايين من المصريين وأسرهم. وده كان مهم جدا، عشان كده يا جماعة لما نيجي نتكلم بالبلدي كده، انت مش قادر يا عيني لا تروح أهلي ولا زمالك ولا صيد ولا جزيرة ولا الكلام ده كله. جالك 15 فرع، الحمد لله جالك 15 فرع أو 15 نادي سيتي كلوب في 15 مدينة لأول مرة يبقى فيه تفكير في الصعيد. ناس بيقولوا المنصورة دي المرحلة الأولى 15، بعد كده هتبقى كل الجمهورية بلا استثناء، خلي بالك كل الجمهورية بلا استثناء. فإن شاء الله بإذن الله أتمنى أن التجربة تنجح، وبحيي ايضا مع الوزير اشرف صبحي والدكتور والمهندس عاصم الجزار وزير الاسكان، وزير الشباب والرياضه وزير الاسكان، كل محافظ في ال 15 محافظه التي اعلنت، وبخص اهلنا في الصعيد سواء محافظ سوهاج اللي هو طارق الفقي او اخوه محافظ اسوان او المحترم محافظ المنيا او محافظ اسيوط، كل محافظات الصعيد. وانا واثق ان هيكون في اقبال منقطع النظير، استادات لا تصنع شيء الا وهي تثق ان النجاح طريقها، ثقوا فيها. والرقم الخط الساخن 135 1، واتمنى كل التوفيق لرئيس مجلس الاداره وكل العاملين في الشركه، وان شاء الله ده يكون لصالح بلدنا باذن الله تعالى.